جلسة محلية تكون باش يكون اليوم فايز في القرعة هذه باش يمشي يمثل المجلس المحلي بتاعو اللي هو الكندي في المجلس الجهوي الراجع اللي هو النظر. لأن هذايا باش تنطلق اليوم بعد شوية غادي نتطور في الترشحات تاع اللي يحبوا يشاركوا في القرعة. إذن ولاية نابل اليوم تحتوي على 16 المجلس المحلي فيها 120 إذن عضو رئيس. بعد إذن قاع استدعائهم الدارح ترصيد هذه المجالس بصفة رسمية طبقا للقانون من طرف استدعاء استدعائهم من طرف السيد ولي وسلمت لهم استدعاءات الحضور اليوم عملية القرعة. فتم تلقى التحليل ومش نبداو بالمجلس كالمجلس حسب ترتيبهم الذي نشر بالراية الرسمي الجمهورية الإنجليزية. وإن شاء الله كل شيء يتم عادي كما تعرفوا المجالس اللي حسب عندي المجالس الموجودة 16 مجلس في نابل فيهم 15 مجلس فيهم امرأة. وبالتالي حسب إذا القرار الترتيبي اللي فيه ضرورة وإجبارية المرأة ترشح المرأة للقرعة فسيكون هناك قرعة في 15 مجلس. أما مجلس واحد هو الميجا ما فيهش مرأة. أما شكون نصاب المشاكل؟ أعضاء المجلس فيما بينهم وإذا كانوا تم الاتفاق على شخص فيترشح شخص هذاك. إذا كان المجلس بصورة ما مجلس دفقوا على المرأة فإن المرأة تصبح آلية معناتها المرأة بتكون هي الفائزة وسيعلن عن فوزها. إن شاء الله النتائج اليوم بتوصل للهيئة العشية عندما تتم عملية القرعة بالنسبة لجميع المجالس في الجمهورية التونسية. وسيكون هناك انعقاد لمجلس الهيئة على الساعة 6:00 بعد المساء وستكون هناك ندوة صحفية لإعلان النتائج القرعة لممثلي المجالس الجهوية الذين تم تصريح من فوزهم على الساعة 7:00 أو 7:30. هذا